فالحديث عن الاذكار المشروعه عقب السلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقال سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة والله اكبر ثلاثا وثلاثين مرة. وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير والسنة أن يعقد هذه التسبيحات بيده كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل ويقرأ آية الكرسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ويقرأ قل هو الله أحد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس